أصدقائي المشاهدين، أهلا بكم وأولى حلقات برنامج علشان صحتك. وعلشان صحتكم بنقدم لكم نخبة من أفضل الأطباء هيقدموا لنا عصارة خبرتهم ومشوارهم الطبي وأفضل ما لديهم من معلومات كل في مجاله. كل سنة وحضراتكم طيبين أصدقائي المشاهدين. بمناسبة أعياد نصر أكتوبر العظيم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. هيكون معنا النهاردة إن شاء الله الأستاذ الدكتور محمد المهجي، أستاذ مساعد طب وجراحة أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، استشاري الحقن المجهري وجراحات المناظير وعلاج العقم. أهلا بيك معنا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحياتك طيب. حضرتك بصحة وسلامة. وكل شعب مصر بخير يا رب. آمين يا رب، ربنا يخليك. أهلا وسهلا دكتور بحضرتك. يمكن بعد ما بيحدث الزواج بيبقى أهم حاجة بالنسبة للزوج والزوجة والأهل كلهم سواء الأم أو الحما، بيقولوا إمتى نبتدي نبحث عن الحمل بعد الزواج؟ هو في الحقيقة السؤال ده يعني بيتطرح من كتير جدا من الناس اللي بيترددوا على العيادة عندنا أو في أي عيادة أمراض نساء. تمام. دايما بيبقى حاجة تؤرق العيلتين. أي. أول ما يحصل الزواج، يعني من أول ميعاد للبيريد، بتلاقي الأم دايما بتتصل ببنتها، إيه إيه طمنيني الأخبار؟ نزلت، حصل حمل، طب عندك اعراض. فده بيبقى ستريس جامد جدا على طبعاً على أكيد. البنت. هي لسه بادئه حياه جديده ليها، لسه منقوله من بيت لبيت بظروف مختلفه، فالكلام ده كله بيبقى عبء عليها. بتحس ان هي عندها هدف او عندها ديوتي، ان هي دخلت لازم تحققه، تارجت لازم تحققه في وقت معين. هو في الحقيقه لو احنا جينا بصينا اول لحاجه علميه اللي هي معدل الخصوبه البشريه، يعني ايه؟ يعني لو حصل دلوقتي مثلا زواج زوج وزوجة سلام 100% وحصل بينهم علاقة زوجية منتظمة، تمام. في بالذات في مواعيد اللي بيحصل فيها التبويض، نسبة حدوث الحمل شهريا هي من 10 ل 15%. بس دي النسبة الطبيعية لحدوث بس نسبة الحمل، قليلة يعني، نسبة قليلة جدا. فمعنى كده ان مش يعني لو عدى شهر او اتنين او تلاتة او ده حتى شيء سنة طبيعي. وما حصلش حمل، ده في مشكلة. ممكن يطلع ببساطة جدا الاتنين كويسين طبيعيين ما فيهمش اي حاجة خالص. دي اسمها معدل الخصوبة البشرية او معدل الحمل البشري. يبقى اذا لو جينا حسبناها بنسبة وتناسب بعد اول سنة، يعني بعد 12 شهر، يعني بعد 12 مرة تبويض، لو ما هيكون 85% حصل لهم حمل و15% اتفضل ما حصلوش حمل. هم دول اللي هيبداوا يسالوا او يبداوا يدوروا انا ليه الحمل اتاخر عندي. تمام. بدات الهيئات العالميه بعد تاخير سن الزواج شويه بدات تقول مثلا لو البنت سنها عدى ال 35 سنه هي تسال بدري شويه، بعد 6 شهور من الزواج. لو هي متجوزه 35 سنه، 35 فيما فوق، تسال بعد 6 شهور. ده دلوقتي ارتفع سن الزواج. بالظبط. كل الهيئات العالمية قالت ان بعد 35 سنة اتجوزت 6 شهور مفيش حمل، تبدأ تسأل على سبب التأخر. بعد 40 سنة 3 شهور ما حصلش حمل، تبدأ تسأل وتبدأ تدور. تسأل على طول. إلا لو كان في تاريخ مرضي عند الزوجة أو الزوج. الزوج. أيوة. يعني مثلا الزوج كان بيشتكي من هو صغير كان عنده خصية معلقة. دي بتكون مثلا حاجة هو اتولد بيها. تمام. الزوج مثلا لا قدر الله حصل له حادثة. إيه حصل مثلا اي مشكله بالنسبه للخصيتين او حصل فقد الخصيه من الخصيتين. تمام. في الاحوال زي دي لازم بعد الزواج مباشره لازم اطمن على الزوج. هل في مشكله ولا لا، ما استناش لحد ما السنه تعدي. تمام. البنت مثلا عملت جراحه سابقه قبل كده، كانت شايله اكياس من المبيض، بيبقى في احتمالات التصاقات بقى في التصاقات، اشتكت من اي حاجه تخص امراض النساء، او عندها مثلا مرض عضوي، او عندها حاجه مشكله ممكن تبقى سبب في تاخير الحمل، مش هستنى طبعا لحد السنه ما تعدي، هبدا ادور بدل. طب دكتور، الحاله النفسيه بتاعه الزوجه والزوج هل ممكن يكون لها تاثير على تاخر الحمل؟ الحاله النفسيه ببساطه جدا اللي احنا بنتجاهلها او بننساها هي من اهم الحاجات اللي بتاثر في جسمنا كله، مش في الحمل ولا في التبويض ولا الكلام ده. لو احنا جينا بصينا للتبويض بيحصل ازاي، بيبدا باشاره من المخ.
بيبدأ بإشارة من المخ تبدأ تنشط المبيض، يا يعني مبيض طلع بويضة، وبالتالي البويضة بتطلع بتكمل وبتمشي في المسار بتاعها. لو المخ فيه مشكلة في أي ستريس من أي شكل، من أي نوع؟ أي حاجة، قلة نوم، إجهاد، إرهاق يا خبر، حتى نفسيا، قلة النوم كمان حتى ممكن قلة يكون النوم، لها تأثير. حتى قلة النوم أو حتى رغبة النوم، اللي غالبيتنا دلوقتي بقى النهار بقى ليل وليل بقى أيوه نهار، تمام. كل ده بيأثر. يعني الحاجات دي كلها حاجات بسيطة جدا ممكن احنا ما نلاحظهاش في حياتنا، بس لكن فعلا بتأثر. بتأثر. كلمة قلتها في أول الحلقة برضو، إن هي كونها اتنقلت من بيت لبيت ده لوحده ستريس ده عليها، لوحده ضغط السرير اللي عليها. كانت بتنام عليه هو اختلف، المكان اللي قاعدة فيه اختلف، فالكلام ده كله بيبقى ستريس حتى لو هي مش حاسة بيه في الأول. لا، هي ده مأثر جواها، مأثر على العقل الباطن بتاعها، فبالتالي هيأثر على سلامة التبويض، يأثر على المعدل بتاع التبويض نفسه. لو نفتكر زمان واحنا صغيرين واحنا في المدرسة، البنت مثلا اللي كان عندها امتحان ثانوية عامة أو حاجة، دايما تيجي تشيك إن البيريود اتلخبطت ايوه عندها. بالظبط بالظبط. إيه السبب؟ إن هي عمالة بتفكر كتير في الامتحان، قاعدة شاغلة نفسها بحاجات القلق في كتير. حد ذاته بالظبط، بيأثر على عملية التبويض. فمهم جدا لازم يبقى الذهن فاضي خالص عشان الدنيا تبقى ماشية كويس. تمام. طيب زيادة الوزن ممكن يكون لها برضو تأثير؟ زيادة الوزن ليها تأثير في حاجتين، أول حاجة عشان الحمل يحصل، وتاني حاجة في مسار الحمل نفسه. يعني ببساطة ازاي؟ جدا زيادة الوزن، أولا في الأنسجة تحت الجلد بتفرز هرمون التستوستيرون أو الأندروجين، أي الهرمون اللي الذكورة بنسبة عالية شوية. فالهرمون ده مشكلته إن هو بيأثر على التبويض، فدايما كل ما الوزن بيزيد بلاقي ممكن معاه نسبة شعر زايد في الجسم. الحاجة التانية بلاقي إن البويضات نفسها التبويض ما بيحصلش منتظم، تيجي تشتكي دايما إن في تأخر في الدورة أي الشهرية، أي تيجي تتجوز في تأخير في الحمل علشان التبويض حصل متأخر أو حصل ملخبط. الحاجة التانية لخبطة الهرمونات زي ما قلنا، هرمون الذكورة لما بيعلى بيأثر بالسلب على المبيض ويأثر بالسلب على بطانة الرحم، فبالتالي بيخلي المبيض مش شغال كويس والرحم مش شغال كويس. تمام حصل حمل مشكلته إن نسبة الإجهاض بتكون أعلى يا خبر. في السمنة بالذات لو هي سمنة مفرطة. الحاجة التانية اللي عندها سمنة أو وزن زايد بيبقى عندها أكتر عرضة إن يجيلها سكر الحمل وضغط، ارتفاع أثناء ضغط الحمل. الدم في الحمل. الحاجة التانية كل ما الوزن بيزيد، أولا التنفس نفسه ما بيبقاش بسهولة زي لما يكون الوزن قليل. يعني دايما بنلاقي دايما وزنهم زايد أو عندهم سمنة مفرطة هما دايما بينهجوا، ايوه تمام دايما بتيجي تمام تنام هي نومها مقطع، ايوه بتتخنق بالليل وهي نايمة لو تمام نامت على ظهرها بالذات. لو انا جيت حطيت لها عبء كمان ان في حمل بيتكون جوه بطنها، فهو زود الضغط جوه بطنها، هيخلي الحجاب الحاجز هيترفع، الرئه مش هتعرف تتفرد براحتها، صح، هتلاقي دايما ان هجان وكرشه النفس بيزيد معاها. بتزيد هي معاها. دايما هي عايشه 9 شهور في توتر وفي قلق، هي مش عايشه حياتها بطبع براحتها، ايوه تمام. يعني الحمل هي كانت بتحلم بيه وقاعده بتسعى عشان توصل له، هيبقى هو ده يبقى التسع هو شهور هيبقى يبقى عذاب قلق بالنسبة بالنسبه لها لها وقلق. وعذاب. تمام فدايما انا بنصح اي بنت او اي زوجه مقبلة على الحمل أو الزواج، مقبلة على الزواج، انها نمرة واحد قللي تعمل وزنك، نظام دايت، تنزيل دايت وزن. كويس، رياضة كويسة اللي احنا تمام بننساها برضو، يعني تمام دايت لوحده مش كفاية، الدايت مع الرياضة، طيب الرياضة تمام بتنشط الدورة الدموية، بتنشط المبيض كمان، تمام. طيب فمهم دكتور، احنا جدا. معانا تليفون. اتفضل. الو، الو، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام، السلام اهلا ورحمة الله وسهلا. وبركاته. نتعرف على حضرتك. انا مروة. مروة، اهلا بيكي يا مروة. اتفضلي، اهلا عايز بحضرتك. تسألي الدكتور؟ اتفضلي الدكتور معاكي، ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. اتفضلي فندم. اي، انا مقبله على الزواج وكنت عايزه اعرف ايه احتمالات الحمل عندي ولا قبل ما في مشاكل، بالنسبه ان احنا سنك في كم مية سنة يا وعشرين مروة؟ سنه سنك كم سنة؟ 34. 34 سنة. طيب يا مروة، مروة بتشتكي من أي حاجة؟ أي أمراض عضوية؟ لا لا ما بتاخديش علاج لأي حاجة خالص؟ لا، الدورة الشهرية منتظمة؟ ساعات بتيجي مثلا يوم واحد في الشهر، وساعات بعدها مثلا بتتأخر شهر، بعد بتيجي بعدها بأسبوع، وساعات تيجي في نفس الميعاد اللي هو ملهاش ميعاد منتظم. طيب تمام، وزنك زايد؟ وزنك وزني يعني مش وزني مش زايد، مش في وزني 70 وصلي 168. طيب يعني يعتبر وزن يعني طبيعي. كويس. بص يا مروه، طالما دورتك بتيجي منتظمه كميتها كويسه وزنك مش زايد ما بتشتكيش من اي مرض عضوي، ده مؤشر كويس ان انت ان شاء الله ما فيش مشكله. عايزه تطمني اكتر على نفسك هتعملي تحاليل بسيطه جدا، تحليل اسمه تمام AAMH،
AMH اللي هو تحليل مخزون التبويض، اه تمام؟ لو طلع من 1 لـ 4 ده طبيعي، اطمني. اعملي الحاجة التانية تحليل الغدة الدرقية اللي اسمه اه TSH، لقيتيه من 2.5 لـ 4 اطمني برضو ان ان شاء الله الامور ماشية كويس، ما فيهاش اي مشكلة خالص، وربنا يوفقك بإذن الله. شكرا يا تمام. مروة، ربنا معاك يا رب ان شاء الله. يا دكتور، من اكثر طرق علاج العقم دلوقتي شهرة طريقة الحقن المجهري. عايزين نعرف ايه هو الحقن المجهري واسباب اللجوء اليه ايه؟ الحقن المجهري ببساطة إن إحنا بنحاول نعمل الخطوة اللي بتتم جوه الجسم بره الجسم. اه يعني إيه الكلام ده؟ يعني في مكان في جسم الإنسان اسمه قناة فالوب، اه اللي هي بتوصل بين المبيض وبين الرحم. ام فقناة فالوب دي بيحصل فيها الحمل، إن يحصل الحيوان فيها المنوي التبويض. بيقابل البويضة في جزء منها، فبيحصل بينهم التقاء وبعدين يندمجوا مع بعض، يحصل حاجة اسمها إخصاب وانقسام يكون جنين. الجنين ده تمام. بيمشي في نفس القناة لحد ما بيوصل جوه الرحم، وصل جوه الرحم بيحصل عملية الغرز ويكمل حمل. احنا بناخد الخطوة اللي بتحصل جوه قناة فالوب وبنطلعها بره قدامنا في المعمل. يعني بجيب حيوان منوي، بجيب بويضة، بحقنهم تحت الميكروسكوب في المعمل، اطمنت ان هما اتحقنوا مع بعض، ان حصل توافق بينهم وانقسموا وعملوا جنين. الجنين ده تمام، انا باخده واحطه جوه تجويف الرحم عشان يكمل. ده بلجأ له لما يكون في حاجة في قناة فالوب الله ينور على فقط حضرتك. يعني ولا كده أشياء تانية؟ بديهيا ان لو حصل يعني ما قدروش ان يوصلوا لبعض، اه يعني في تعذر ان بالظبط، هم يوصلوا لبعض، تمام. حيوان انا مش عارف يقابل البويضه، يبقى اذا نمره 1 قناه فالوب لو فيها مشكله. اه ده الحاجه سبب من الأسباب ده لكن سبب مش من كل الاسباب، الأسباب. لا مش كل الاسباب. لو قناه فالوب فيها مشكله، يعني ايه المشكله؟ قناه فالوب متشاله لاي سبب من الاسباب، قناه فالوب مسدوده فيها التصاق حواليها، تمام. في التصاق في الحوض نتيجه بطانه مهاجره، نتيجه جراحات سابقه، نتيجه التهابات شديده في الحوض، عملت التصاقات حوالين قناه فالوب، فاذا البويضه مش هتعرف تخش جوه القناه ولا توصل للحيوان المنوي. تمام. الحاجه الثانيه، لو في مشكله جوه الرحم نفسه سدت السكه ان هي مش عارفه توصل الحيوان المنوي للبويضه. الحاجه الثانيه لو مشكلة زي ايه يا زي دكتور؟ مثلا ورم ليفي، زي التصاقات داخل تجويف الرحم، زي لحميات داخل الرحم، الحاجات دي كلها ممكن تسد السكه على تسد الحيوان المنوي السكة. عشان ما ايوه يوصلش. تمام. الحاجه الثانيه المهمه، لو المشكله اصلا عند الزوج، المشكلة في الحيوانات في الحيوانات المنوية بقى. المنويه، ايوه انا عشان يحصل حمل طبيعي منظمة الصحة العالمية حطت أرقام أقل منها هيبقى صعب جدا حدوث الحمل بالطريقة الطبيعية. إلى وجود العدد يكون أكتر من 15 مليون في الملي من السائل المنوي، يكون الحركة الأمامية السريعة أكتر من 32%، يكون نسبة التشوه أقل من 96%. التلات حاجات دول مهمين جدا، لو حاجة منهم اختلت هتقلل من فرص حدوث الحمل. حدوث الحمل. يعني بالبلدي الحيوان المنوي مش عارف يوصل لحد البويضة. طيب احنا معانا تليفون بناخده وبعدين نكمل. الو الو، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته، الو اهلا بيكي. الو، انا اتفضلي يا سامعاك فندم. يا ايوه حبيبتي. ممكن بس اكلم الدكتور؟ اتفضلي، بتعرف عليكي الاول. مدام هيام. هيام، اهلا بيكي هيام، اتفضلي الدكتور سامعك. بعد اذنك يا دكتور، انا بنتي عندها 19 سنه، تمام. ولما بتجيلها الفيروس بتجيلها بمغص لغايه يعني لما ما بتقدرش تتحرك من على السرير، تمام وبترجيع بقى، تمام فده بيقلقني جدا. طيب اسال حضرتك سؤال، هو المغص او الوجع اللي بيجي لها، بيجي لها والبيريود نازله عليها ولا بيجي لها قبل ما تنزل؟ لا، هي يعني بيجيلها قبلها بيوم كده بتحسي ايه يعني مع يعني ان هي قربت المغص تنزل بتاعها، بالظبط، وبعد كده بقى على طول ما شاء الله يعني بتتعبني انا في المغص، اول بيبقى لما شديد تنزل جدا. تبدا الوجع يزيد، صح؟ تمام كده ده من يا اول هيام. يوم لغايه 3 ايام ما بتتحركش من على السرير. كويس جدا. بص حضرتك، انت من الشكوى بتاعتك حاجه تطمن كويس جدا، ان هو المغص بيجي في الفتره اللي هي بتنزل فيها الدوره الشهريه. طول ما لا، اسبوع يا دكتور. حضرتك مش هي في الاسبوع ده بتكون نازله الدوره؟ ايوه كويس جدا. طول ما الوجع بيجي في الوقت بتاع الدوره الشهريه وبيكون على شكل ايوه زي دكتور. حضرتك ما قلت على شكل مغص، ده بيطمنك ان مفيش حاجه عضويه. لو في مشكله عضويه هتيجي تشتكي بحاجه تانية خالص، هتقولي ان قبلها باسبوع بتبدا تشتكي ان عندها تقل، ان عندها ان حاجه مش مريحاها في الحوض، ان عندها وجع في ظهرها،
برجليها. ولما الدورة بتجيلها الدنيا بتهدى شوية، ده اللي يقلق. أما الوجع اللي بيجي أثناء نزول الدورة الشهرية ده حاجة بتبقى أيوة. طبيعية مع البنات، تمام، لحد سن الزواج. طيب دي بتبقى متفاوتة يعني مختلفة، في بنت بتستحملها جسمها بيستحملها، وفي بنت ما تقدرش تستحملها لدرجة إن هي بتفضل قاعدة في السرير عايشة على المسكنات، بيجي لها بترجيع، بيجي لها بمغص، بيجي لها بدوخة، أيوة. ما تقدرش تنزل شغلها أو تنزل الكلية بتاعتها أو المدرسة بتاعتها. ببساطة جدا أنا هديها حاجة مسكنة خفيفة، وليكن حاجة زي البنادول أو الباراسيتامول، ده واحدة واحدة يبدأ يريح معاها الألم. الحاجة التانية اللي مطلوبة من أيوة. حضرتك بس هتعملي لها موجات صوتية سونار على بطنها، تطمني إن ما عندهاش كيس على مبيض وما عندهاش مشكلة في الرحم، بس اطمني بنسبة 90 أو 95% مش هتلاقي عندها ما أي حاجة فيش خالص. حاجة. المقلق الوجع اللي يجي قبل الدورة ويخلص مع نزول الدورة، إنما طول ما هي بتيجي مع نزولها ده اطمنك مفيش أي مشكلة خالص، مجرد إن هي تاخد شكرا المسكن هيريحها ومفيش أي ضرر خالص 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 عليها، شكرا بس شكرا اطمني يا إن شاء أستاذة الله. هيام، شكرا. دكتور، بيقال إن الدورة الشهرية لما تكون شديدة ولما تكون فيها ألم جامد ده معناه إن التبويض جيد، بالظبط الكلام ده كده، صح؟ دايما الدوره اللي ما فيهاش تبويض بتكون الوجع بتاعها قليل جدا او مفيش وجع خالص معاها، لما بيكون في دوره معاها تبويض فعلا وجعها دي بيكون زياده شويه، الأم دي حاجه تطمن تتبسط. طبعا. تمام. طيب نكمل الجزء الحقن اللي أيوه احنا اتفقنا عليه. بالظبط، لو اتفضل. عدد السائل المنوي او الحركه او التشوه قليل، احنا بنلجأ ان احنا بنوصل بقى الحيوان المنوي للبويضه، لان العدد لما قليل مش عارف يوصل من خلال الرحم لحد قناه فيرو عشان يحصل الاخصاب، فاحنا بنقربهم لبعض. بنوصلهم لبعض بالظبط، داخل الرحم ولا خارج الرحم؟ بنقربهم لبعض خارج الرحم في المعمل، يعني انا اتكون بسحب جنين، البويضة وبسحب الحيوان المنوي بسحب البويضة بره واسيبهم الجسم. يتخصبوا بره بالظبط، خارج الجسم. الحيوان تمام. المنوي يا اما باخد سائل زي سائل التحليل بالظبط، يا اما بفتح الخصية لو في انعدام للحيوان المنوي في السائل. في بعض الاحوال بيكون يعني حتى لو ما فيش حيوان منوي انا ممكن برضو اعمل حمل. بالظبط، لو السائل الحيوان المنوي فيه صفر او زيرو يعني اي اسمه ازوسبرميا، يعني مفيش حيوان منوي في السائل، انا ممكن بفتح الخصية وبطلع منها حيوان منوي وبحقنه داخل ده البويضة. امل جميل يا دكتور. بالظبط، فرق كتير مع ناس كتير، طبعا. بيتحقن داخل البويضة وبيتحسب في الحضانة من يومين لخمس أيام، في نهايتهم بيتكون الجنين بيتنقل جوه تجويف الرحم. يا دكتور، عوامل نجاح عملية الحقن المجهري هي نفس عوامل نجاح الحمل العاجي ولا بتختلف؟ هي ليها شوية حاجات بسيطة، يعني كل عوامل نجاح الحمل الطبيعي لازم تكون متوفرة، يعني أولا أنا لازم الزوجة تكون متحضرة كويس والزوج متحضر كويس. دايما احنا تمام. بننسى الجزء بتاع الزوج، تيجي مثلا ايوه الزوجين يقول احنا خلاص طالما بنعمل حقن مجهري، طالما ان انا هحقن بره الجسم، طالما انت هتنقي حيوان منوي كويس، يبقى خلاص الزوج مش مهم التحليل بتاعه ايوه يبقى ايه. فلقوا علميا ان لو الحيوان المنوي قوي او كفاءته كويسة، الجنين اللي طالع منه بيبقى قوي، الحمل بيكمل لحد الاخر كويس. لو الحيوان المنوي ضعيف او أو حركته حركته ضعيفة ضعيفة. او في مشكلة، نسبة حدوث الاجهاض بالذات في اول شهرين بتكون عالية. فاذا مهم جدا حضر الزوج كويس، ياخد علاجات بتاعته لو هو له علاج، ياخد مضادات اكسدة تمام. في الفترة اللي بيتحضر فيها الحقن المجهري. زي ما قلنا لازم ينام كويس، يعني ينام 8 ساعات يوميا، لازم وجبته تكون متكاملة، يكون فيها خضار، يكون فيها فاكهة، حاجات طازة، يشرب سوائل كتير، لو هو مدخن يقلل من يعني الزوج التدخين. برضو له تحضير برضو مش الزوجة بس. بالظبط كده، الاثنين شركة في مركب واحدة، ايوه لو تمام. مدخن يقلل التدخين او يمنعه خالص، مفيش طبعا كحوليات، مفيش اي مكيفات، تمام. اي ادوية لازم تتاخد برضو يعني بحرص شديد. لو هو عنده مثلا مرض سكر، عنده ضغط، لازم يظبطه لازم كويس في الفترة تظبط. بتاعة التحضير. تمام. بالنسبة للزوجة مهم طب قبل ما جدا. نقول الزوجة احنا معانا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمة السلام الله ورحمة وبركاته. الله وبركاته. دكتور لو سمحتي، نتعرف عليكي الأول. مدام نورة. مدام أهلا نورة، وسهلا أهلا بيكي. بيكي يا نورة، اتفضلي الدكتور سامعك. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بيكي، اتفضلي يا فندم. حضرتك أنا حامل حاليا في الشهر السابع، في آخر السابع كده. تمام. آخر السابع، تمام. بيجيني طلق يا دكتور، دايما بيجيني طلق، يعني بحس بقلق كده ان تحصل يعني ولادة مبكرة. طيب حضرتك ده أول حمل ولا كنت حامل قبل كده؟ لا يا دكتور، ده انا حاسة ان اجهاض او ولادة مبكرة زي ما حضرتك بتقوله 5 مرات. حصل اجهاض 5 مرات قبل كده. طيب بص حضرتك مهم ومعايا جدا، 3 اولاد، معايا ثلاثة. ربنا يبارك لك فيهم. بص حضرتك مهم جدا، حضرتك لازم تنزلي تكشفي في اقرب وقت، بحيث ان بيتقاس طول عنق الرحم عشان ما انا عندي عربتي يا دكتور.
ايه ده؟ انت عامله ربط، لازم برضو تقيسي عنق الرحم حتى بعد الربط، عشان ما يكونش عنق الرحم بدأ يقصر او بدأ يحصل شد على عنق الرحم او شد على الغرزه، فهتحتاجي علاج ازيد شويه عشان يرخي لك الرحم. فمهم جدا لازم تهتمي بالشكوى بتاعتك وتنزلي تكشفي في اقرب وقت عشان يتعرف طول عنق الرحم بتاعك قد ايه. لو فعلا طول متابعة يا دكتور، بس ما بقيتش انقرة. ما حضرتك لو انت في السابع في حاجه اسمها ولاده مبكره، فمهم جدا ان انت تشخصي لو انت فعلا في حاله ولاده مبكره والمغص ده مغص حقيقي للرحم، مهم جدا تاخدي له علاجات. ممكن حتى لو المغص شديد شويه او بيزيد بتحتاجي تتحجزي يوم او اتنين في المستشفى، بتاخدي محاليل بتهدي الرحم علشان تحافظي على الحمل بتاعك لحد التاسع باذن الله. الدكتور عطيني اللي هي الحقن بتاع الرئة يا دكتور. ماشي كويس، بس حقن الرئه مش هتمنع الطلق المبكر او الالام الولاده المبكره. فمهم جدا تتشخصي لو انت فعلا في الام ولاده مبكره، هتحتاجي تاخدي ادويه زياده شويه عشان تريح لك الرحم بتاعك، وربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يوفقك ان شاء الله. باذن الله. شكرا، شرفتيني. دكتور قلنا عوامل النجاح بالنسبه للزوج، طب بالنسبه للزوجه؟ بالنسبه للزوجه لو هي بتتعالج من اي مرض عضوي، عندها ضغط، عندها سكر، عندها كلى، اي تمام، حاجه، لازم الحاجات دي كلها تتظبط لازم كويس. تتظبط. مهم جدا تعمل تحاليل شامله للصحه العامه بتاعتها، بالذات في جزء جدا بيتنسى من عندنا اللي هو الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي من اهم الغدد الموجوده في جسمنا. هي مسؤوله عن حاجه اسمها الميتابوليزم بتاع الجسم او التمثيل الغذائي بتاع الجسم كله، بما فيها وظيفه الخليه، بما فيها التبويض، بما فيها بطانه الرحم، كل حاجه، بما فيها الحمل. الغده الدرقيه مهمه جدا، لو متلخبطه لازم تتنظم قبل ما تبدا تمشي في اجراءات حقن مجهري. مهم جدا تعمل فحص كويس ليها، تشوف هرمونات الجسم، هرمونات التبويض، مخزون التبويض، هرمونات الذكوره، هرمون اللبن اللي هو البرولاكتين، الحاجات دي كلها لازم تكون متظبطه لازم تكون كويس مظبطه قبل ما الحاجات تبدا. دي. لازم تعمل سونار، الدكتور طبعا بيعملها السونار، ولازم السونار ده يتعمل بحيث ان هو يشخص لو في عندها اي مشكله، لو عندها بطانه مهاجره، عندها تكيس مبيض، عندها اورام ليفيه على الرحم، عندها مشاكل جوه تجويف الرحم، مهم جدا يتشخص الكلام ده عن طريق موجات فوق صوتيه. دلوقتي في موجات فوق صوتيه الثلاثيه الابعاد اللي هي اي بتشخص تجويف تمام. الرحم، بترسم لي تجويف الرحم اللي الحمل بيحصل فيه اكن بالظبط، يعني انا فاتح الرحم وببص عليه من جوه. حاجه مهمه جدا دلوقتي المناظير الجراحيه، لو هي مثلا عندها مشكله مثلا زي في قناه فالوب، عندها ورم ليفي مأثر على شكل الرحم، عندها بطانه مهاجره، الحاجات دي كلها بتتحل بالمناظير قبل ما تبدا مشوار الحقن المجهري مشاكل بتاعها. الحقن المجهري تمام. لو مثلا مريضه بتشتكي ان عندها تكرار فشل حقن مجهري، عندها اجهاض متكرر، عامله مثلا جراحات كتير بالنسبه للرحم، عامله كان جالها التهابات مثلا شديده في الحوض، مهم جدا قبل ما تعمل خطوه الحقن المجهري تبص على الرحم بتاعها بالمنظار الرحم. منظار الرحم انا هخش هبص على التجويف من جوه، تمام، المكان اللي الحمل بيحصل فيه، آه، اشوف هل هو سليم ولا لا، زي ما اطمنت على البذره اللي انا برميها في الارض عشان تنبت وتطلع شجره، اطمن على المكان، اطمن على الارض اللي هزرع فيها، فلازم اطمن تمام على الرحم كويس. برضو الاكل الطبيعي، الاكل الكويس، النوم، السوائل، كل الحاجات كل دي مهمه دي لازم جدا. تتظبط. والحاجة الأخيرة أيوة. والأهم النفسية، زي حضرتك ما قلتي في أول أيوة. الحلقة، طبعا دي حاجة مهمة جدا. تمام. طيب احنا معانا تليفون. ألو ايه؟ ألو، أيوة، مين معانا؟ أيوة أنا مدام سامية من اسكندرية. مدام سامية، أهلا أهلا بيك يا مدام سامية، اتفضلي، الدكتور بيك سامعك. يعني ممكن أسأل الدكتور سؤال؟ اتفضلي اتفضلي. أيوة دكتور، أنا لسه متجوزة جديد يا دكتور، بس عندي مشكلة ان ابن اختي طفل منغولي وكمان اخو جوزي، يعني من الناحيتين. تمام. فسمعت ان في يعني العلم الحديث قدر انه يحل المشكله دي، وممكن ان انا اولد طفل طبيعي، هل يا ترى ده ممكن؟ يعني قبل ما احمل عشان ابقى عارفه بس هعمل ايه يعني. تمام. طيب بص يا مدام سامي، دلوقتي نتفق على حاجه، ان هي مصادفه جت ان حد من قرايب زوجك وابن اختك عنده الطفل المغولي. طيب الطفل المغولي نادرا ما بيتنقل من الاب او من الزوجه للابن، يعني هو مش مرض وراثي بيتنقل من جيل لجيل، بس في درجه وراثه يا دكتور، في نسبه اللي هي اقل من 5% منه بس نسبة ان هو نسبة بيتنقل قليلة. دي نسبه قليله جدا، يعني المشهور فيه ان هو مش بيتنقل من جيل لجيل، هو بيحصل حاجه اسمها طفره. الطفره دي يعني حته من الكروموزوم، حته من الجزء الوراثي بتاع الجنين اللي بيتكون تمام. اتكسرت طيب. واتنقلت في مكان تاني، فدي بتحصل بالصدفه.
بتحصل زيادة أكتر لو سن الزوجة فوق 35 سنة، تزيد أكتر لو سن الزوجة فوق 40 سنة. تمام، الحاجة اللي حضرتك تقدري تعمليها، تمام، بالنسبة لك أنت لسه متجوزة ولسه أول حمل، بعد الحمل ما بيحصل في تحاليل بتتعمل في عند 11 أسبوع، يعني بالظبط في نص الشهر الثالث. تمام، التحاليل دي بتقيس بعض الهرمونات والإنزيمات في الجسم، دي من خلاله تقدر تقول هل في النسبة أعلى شوية عند حضرتك إن يكون الطفل مغولي ولا لا. الحاجة التانية بيتعمل سونار في 11 أسبوع، بيتشاف سمك جلد الرقبة، بيتعرف برضو هل هو الطفل ده عنده قابلية أو احتمالية عالية إن عنده مغولي ولا لا. عند 22 أسبوع، يعني في آخر الشهر الخامس، بيتعمل سونار مفصل اللي هو اسمه الأشعة ثلاثية أو رباعية الأبعاد عشان تطمن هل في مشكلة ولا لا. إنما أطمن حضرتك إن هو ما بيتنقلش من جيل لجيل، نادرا ما بيحصل. طيب لو في بقى إن الأسرة فيها يعني مثلا ظهر في طفل، ممكن في حاجة اسمها الحقن المجهري للاختيار الوراثي أو انتقاء. للتشخيص الوراثي للعيوب الخلقية مثلا، الأمراض الوراثية. يعني بيتاخد خلية من الجنين ده قبل ما يرجع جوه الرحم بتاع الأم، وبيتحلل بيتشاف الكروموزومات بتاعته، المادة الوراثية سليمة ولا فيها مشكلة، وبنقي الجنين السليم وبيرجع جوه الرحم بتاع الأم، بس بشرط إن يكون إحنا متأكدين فعلا إن الأب والأم بينقلوا الكلام ده. ممكن لو أنت تمام. قلقانة والنسبة عالية، أنت ممكن تعملي تحليل كاريوتايبنج ليكي ولجوزك. كاريوتايبنج يعني اختبار المادة الوراثية، اختبرتيه أنت وزوجك طلعتوا سلام، اطمني يبقى وإن شاء خلاص الله خير وما يحصلش تمام. أي مشاكل بالنسبة لكم خالص تمام، في احنا الإجابة. معانا تليفون تاني. الو، تليفون اتقفل، اكيد هتتصل بينا مرة تانية. فصل. تمام، حاولي تتصلي بينا مرة تانية. دكتور، في بعض الاحيان بيحصل الحمل الاول بطبيعي تماما في الوقت المناسب، بيجي الحمل التاني بيتأخر، ده ممكن يكون ايه السبب؟ يعني في اسباب بتكون عامه، مثلا ان حصل اي مشكله طرأت على الزوج مثلا فقللت السائل المنوي، عشان كده مهم جدا زي ايه مثلا؟ يعني مثلا يكون عمل مثلا جراحه، يكون مثلا استجد عليه مثلا مرض سكر، ضغط، بياخد ادويه مثلا جديده، اللايف ستايل بتاعه بدأ يتغير، الحاجات دي كلها بتأثر على الراجل، بالذات لو هو مثلا شغال في بعض الوظائف اللي هي ممكن مثلا يكون فيها نسبة تلوث عالية، اي تمام. فممكن دي تأثر معاه. ده أول جزء. يبقى أنا مهم جدا لما تجي لي عيانة بتشتكي إن عندها تأخر حمل بعد كان حمل قبل كده ناجح وعندها أطفال، اي أول حاجة بطلبه منها تحليل سائل منوي للزوج، لأن إحنا لقينا إن الزوج هو أسهل عرضة أو أكتر عرضة إن يحصل عنده مضاعفات. فاطمنت على الزوج، هبدأ أطمن على على الزوجة. الزوجة. هعمل لها موجات فوق صوتيه، سونار، حتى ممكن يكون استجد عندها ان ظهر مثلا ورم ليفي ضغط على قناه من قنوات فاروب، ضغط على تجويف الرحم، ممكن يكون ظهر عندها لحميه جوه الرحم تكون عملت فيها مشكله، تمام. ممكن يكون استجد عندها بعد عمليه لو هي والده قيصريه مثلا قبل كده، بعض التصاقات في الالتصاقات الحوض مثلا. مثلا، ايوه. ممكن بعض السيدات بيحصل لهم التهابات بعد الولاده، دي اه واحده ممكن تسد قناه من قنوات فاروب او تاثر على شكل الرحم. اه ممكن لو حصل لها نزيف بعد الولاده يكون ده يأثر يعني على هرموناتها. أسباب كتيرة مستجدة سواء بالنسبة بالظبط للزوج أو الزوجة. بالظبط، فمهم جدا نعمل فحص كويس، هيتعمل برضو تحليل الهرمونات للزوجه، تحليل للصحه العامه، سونار كويس، سونار ثلاثي الابعاد كويس على تجويف الرحم. تمام. وبعدين بمشي الزوجه في شهر او شهرين او ثلاثه في منشط خفيف للتبويض. تمام. لو ما حصلش حمل بعديه بلجأ ان انا اعمل اشعه بالصبغه. أشعة بالصبغة عشان أشخص لو في أي مشكلة في قناة فالوب ولا لأ، تمام عشان ما تمام يكونش حصل انسداد أو التصاقات في قناة طيب فالوب. احنا معانا تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة وبركاته. الله وبركاته. أهلا بنتعرف وسهلا. على حضرتك. ممكن مدام دولة. دولة، أهلا وسهلا أهلا بيكي. بيكي، اتفضلي أهلا الدكتور وسهلا. سامعك. شكرا. لو سمحتي ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، أيوة اتفضلي. أنا دلوقتي كنت شايلة الرحم مدة، تمام ودلوقتي عندي بقى يعني التهابات جامده وصدري تعبني. تمام. المشكله دي تبقى يعني اعمل ايه بقى بعد ما شفت الرحم؟ يعني انا من زمان من سنتين كده او ثلاثه. تمام. طيب. مدام دولة، الدكتور هيرد عليكي. بص حضرتك دلوقتي نمره واحد، لازم مهم جدا اعرف حاجه ان استئصال الرحم ما بيأثرش
على جسم الجسم بصفة السيدة، عامة. أيوة إلا لو أنا شلت المبيضين دي بتقلل شوية من الهرمونات، بتقلل من هرمونات التبويض، فبالتالي ممكن تأثر على العظام، تعمل مثلا جزء من هشاشة عظام، أو ممكن تأثر مثلا على الصحة العامة للجسم. طيب الحاجة التانية، التكرار الالتهابات، لازم نمرة واحد أعرف هل في ضغط أو سكر ولا لا، لأن السكر أولا بيقلل من مناعة الجسم، بالذات بعد 40 سنة مع السكر ممكن تقلل من المناعة فتزود، تخلي حضرتك أكتر عرضة إن يجيلك التهابات. الحاجة التانية مهم جدا برضو ان انا اعالج الالتهاب علاج مظبوط، لازم اخد فترة العلاج الكافية لحد الالتهاب ما يختفي خالص. مهم جدا ان انا اعزل اي مكان حواليا ان يحصل فيه التهاب، يعني مثلا التواليت، الحاجات دي أي كلها، أي بالذات لو انا بدخل النظافة التواليت بره العامة البيت، بقى. بالظبط الحاجات دي كلها مهمة جدا. هستخدم المطهرات، الكلام ده كله، اخد الكورس العلاج بتاعي لحد الاخر، بالطريقة دي ان شاء الله امنع الالتهابات، اعالج السكر بتاعي واظبطه كويس. انا مريض سكر، لو عندي اي مرض عضوي تاني مهم جدا ان انا اعالجه كويس وانظمه كويس. اما بالنسبه للثدي بعد استئصال الرحم، هو ملوش علاقه قوي تعب الثدي، فمهم جدا ان احنا بنراجع دكتور متخصص للثدي، وده بيكون دكتور جراحه الثدي، هو بيطمننا محتاج يعمل اشعه، محتاج يعمل اي فحوصات بالنسبه للثدي، ده حاجه مهمه جدا طبعا. طيب دكتور، احنا معانا تليفون اخر. الو، الو، السلام عليكم. عليكم اهلا السلام. بحضرتك، اهلا بحضرتك، عليكم السلام، لو نتعرف سمحت يا عليكي. دكتور، انا مها من بني سويف. مها من بني سويف، اهلا اتفضلي وسهلا. الدكتور سامعك. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه بقالي 6 شهور وحملت من شهرين كده، والبيبي نزل في نص التاني، تمام. وانا رحت كشفته وكده، اول ما نزل عليا دم وخدت حقن اسمها بروجيف، والحمل برضو نزل في نفس اليوم. تمام. فانا لما حملت كنت واضعه منشط اسمه تكمة فيلا، تمام. ورحت للدكتور وكده، وقال لي مبيض عادي مفيش حاجه، بس بعد ما الدم ما وقف، بعد ما خدت الحقن وكده، بعدها ب3 ايام او 4 ايام نزل عليا دم دوره تمام. وقعد عادي. رحت خدت المنشط تاني، الدكتور كتبهولي وخدته، بس في الشهر ده ما حصلش حمل. تمام. وخدته بقى دلوقتي، رحت له اول ما جاتلي الشهر اللي فات دوت، واداني منشط تاني اسمه فيمرا. تمام. طيب بصي، بالنسبة لحضرتك دلوقتي مهم جدا، الأول سنك كام سنة؟ شكرا، تقريبا الخط قطع يا دكتور. طيب نتفق على حاجة، حضرتك أخدتي منشط في الحمل الأول وربنا كرمك وحصل حمل وما حصلش نصيب لأي سبب من الأسباب، يعني مثلا في تجلط زيادة في الدم، كان الجنين نفسه ضعيف، الرحم كان مثلا كان مجهد ساعتها فالحمل ما كملش، حصل الاجهاض خلاص، مش معنى احنا اخدنا منشط من اول مره حصل حمل قبل كده ان كل مره الحمل هيحصل مع المنشط من اول مره. زي ما اتكلمنا في اول الحلقه، انت كل شهر بيكون تبويضك فيه كويس وبيحصل علاقه زوجيه منتظمه، وقت التبويض بيكون نسبه حملك 10%، يعني لو جبنا 10 سيدات واحده منهم بس اللي بتحمل من كل 10 كل شهر، فدي حاجة مهمة بالنسبة لك لازم تبقي عارفاها. فبالنسبة لحضرتك هتاخدي شهر واثنين وثلاثة تنشيط، لو ما حصلش فيهم حمل مهم جدا حضرتك الزوج طبعا لازم يعمل تحليل وتعملي أشعة صبغة، عشان ما يكونش حصل أي التهابات بعد الإجهاض وهي اللي قفلت مثلا أنبوبة أو عملت لك التصاقات في الحوض أو ما شابه ذلك. فحضرتك هتعدي 3 شهور، لو ما حصلش حمل هتعملي أشعة بالصبغة، دي أفضل حاجة بالنسبة لحضرتك. تمام دكتور، بنطلع نشوف هذا التقرير وبنرجع مرة أخرى. دكتور حنكم نتكلم دلوقتي عن تنشيط التبويض. في كثير من السيدات بيبقوا متخوفين من هذا التنشيط لأنه ممكن بيأثر على مخزون المبيض، وفي نفس الوقت ممكن بيدي احتمالات ولادة التوأم. حضرتك كلمنا عن النقطة دي. والله كويس إن حضرتك سألت السؤال ده، لأن السؤال ده يعني فعلا بيؤرق ناس كثير. كتير جدا، أيوة وناس تمام. كتير جدا بيجوا متخوفين من الجزء ده، انا لو اخدت منشط كتير انا المبيض بتاعي هيخلص بسرعه ايوه او تمام مخزون مبيض هيخلص بسرعه. نتفق على حاجه، ان في حقيقه علميه، حاجات من الثوابت، ان ال السيده بيحصل لها تبويض بويضه او 2 في الشهر، تمام، قصاد البويضه او 2 دول بيحصل
يعني ضمور او هلك لحوالي من 20 ل 50 بويضه كل شهر. فكده كده لازم كل شهر سواء اخذت منشط او ما اخذتش منشط بيبقى فيه هلك. لازم دول بيروحوا عليها بيبقى فيه هلك. عشان تطلع بويضه قويه لازم المبيض بينقي حوالي 100 بويضه، يبدا يفرز فيهم، يفرز 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 لحد ما يطلع واحده يوصل واحده او بس. اتنين، وبين كلهم بيروحوا على الست في الشهر ده. أوه. لو هي اخذت منشط هو بيخلي البويضات اللي بتتهلك او بتروح عليها تبقى واحده او كلها. اتنين زياده منهم بيكبروا. يبقى اذا هو بيفيدها ان بيطلع لها من البويضات اللي كانت كده كده هي رايحه عليها، هو خلاها تبقى قويه تقدر ان هي تستحمل تبقى وتكمل اكتر اكتر من واحده قويه بالظبط كده. وبالتالي الجزء الشق التاني من السؤال ده صح، ان مع المنشطات احتمال التوائم بيبقى اعلى فعلا. لان الطبيعي الغالبيه بيحصل التبويض في واحده بس، بنسبه حوالي مثلا من 10 ل 20% بيحصل بويضتين في الشهر بيحصل معاهم توأم ساعات. انا غالبيه المنشط اللي بديه بيطلع مثلا في متوسط من 2 ل 3 بويضات، ففرص التوأم بتبقى اعلى شويه من العادي. تمام. طيب احنا معانا تليفون. الو. الو. ايوه، نتعرف عليكي. أميرة. أميرة، أهلا بيكي يا أميرة، اتفضلي الدكتور سامعك. ماشي يا دكتور. اتفضلي يا أميرة. لو سمحت دكتور، أنا متجوزة ليا 3 شهور. مش سامعك كويس، من فضلك ممكن نعيد؟ متجوزة ليا 3 شهور. سنة وخمس شهور. تلات تمام. شهور. 3 شهور، كويس. وكل ما أروح للدكتور بيقول لي ما عندكيش أي حاجة. أنت عندك كام سنة يا أميرة؟ عندي 20. كم؟ 20. تمام. جوزك حلل، جوزك حلل يا أميرة ولا لسه؟ لا لا، مفيش أي حل. ها؟ محللش. أي حل يا دكتور. جوزك محللش يا أميرة؟ نعم؟ جوزك محللش، ما أجراش أي تحليل؟ ما عملتش تحليل، مفيش أي حل. ما عملش يا دكتور أي يعني تحليل. يعني زوجك ما عملش تحاليل؟ عمل زوجك. طيب وتحليله طلع كويس؟ ما فيش عندي الاثنين اي حاجه. انتوا الاثنين كويسين؟ طيب عملتي اشعه صبغه يا اميره؟ لا. طيب مهم جدا، طالما عدى سنه وثلاث شهور وانت كويسه وهو كويس ودورتك بتيجي كل شهر صح؟ يبقى تعملي اشعه صبغه، هي دي الحاجه اللي ناقصالك. لو اشعه الصبغه كويسه، أشعة الصبغة لوحدها بتسهل لك الحمل بعديها. يا دكتور بس بيقولوا لي البويضة صغيرة. البويضة إيه؟ البويضة صغيرة. البويضة إيه يا أميرة؟ وضحي صوتك. البويضة صغيرة. صغيرة. بصي يا ماما، لو الدكتور بيتابعك وحصل تبويض وقال لك في بويضة النهاردة طالعة، لو دورتك منتظمة بتيجي كل 28 يوم أو كل مثلا 30 يوم، ده اطمني إن الدنيا كويسة، اعملي أشعة صبغة. يا دكتور كانت 13 وبقت 18. طيب 18 كويس. 18 كويس. فزي ما قلت لك، طالما دورتك بتيجي منتظمه والدكتور طمنك ان كل حاجه كويسه، اعملي اشعه صبغه. اشعه الصبغه كويسه، بعديها من 3 ل 6 شهور فرص الحمل تبقى عاليه جدا. يبقى انت دلوقتي الخطوه اللي جايه انك اشعه الصبغه بعد يعني. الدوره اللي جايه ما تخلص تتكلي على الله وتعملي اشعه صبغه. وبعديها ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله باذن شكرا الله. يا أميرة. دكتور يعني ايه بويضه صغيره؟ يعني ما بتصلش للتبويض؟ هو مفيش حاجه اسمها بويضه صغيره، مفيش حاجه اسمها. هي البويضه هي عباره عامله زي النبات، عامله زي الشجره، بتطلع بتبدا صغيره تبدا تكبر بالتدريج. تكبر. فانا النهارده مثلا عملت السونار او عملت الاشعه متابعه التبويض، النهارده لقيتها 13 مللي. لو انا صبرت عليها مثلا 3 او 4 ايام هتبقى 18 مللي. صبرت عليها يومين هتبقى 20 او 21 مللي، بيحصل لها تبويض. ايوه. فهي بتكبر. فمش معنى ان انا النهارده شفتها صغيره ان هي تفضل صغيره على طول. هتفضل كده. ايوه. في بعض الحالات اللي هي تكيس المبيض او كسل المبيض ما بيحصلش فيهم تبويض من الاصل. هتيجي تعملي السونار في اليوم الثاني او الثالث من الدوره هتلاقي البويضات حجمها صغير. بعد 10 ايام هو نفس الشكل، بعد 20 يوم هو نفس الشكل. في الاحوال اللي زي دي انا لازم ادي منشط عشان اطلع بويضه من المبيض. اما اللي بيجي لها دورتها كل شهر غالبا 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 90% منهم بيحصل لهم تبويض كويس، والحاجه القليله ما بيحصل لهمش تبويض. فدايما طالما الزوجه بيجي لها دوره كل شهر غالبيه ما عندهم تبويض كويس. بالظبط كده. تمام. دكتور بنسمع حاجه اسمها تجميد البويضات، الكلام ده معناه ايه؟ بالظبط. والله تجميد البويضات دي تعتبر يعني هي طفره فعلا في عالم الاخصاب.
تجميد البويضات، ان دلوقتي مع ارتفاع سن الزواج أي نمره تمام واحد. تمام الحاجه التانيه، مع الحمد لله دلوقتي نسبه المتعافين من الامراض السرطانيه بدات تزيد. الناس دي كلها بتحلم ان هي عايزه تحمل. لو مثلا واحده اتجوزت عندها 43 او 44 سنه النهارده، واحده اتجوزت بعد ما اخذت علاج كيماوي فتره طويله مثلا لمرض مثلا خبيث، لورم سرطاني، تمام، ما بيكونش عندهم تبويض دلوقتي خالص، يعني مهما هتاخد مناشط مش هتعرف تطلع تبويض. مفيش. فالناس دي احنا بنخدمهم كويس، ان انا بديها تنشيط للتبويض قبل ما تخش في العلاج الكيماوي، بديها تنشيط قبل ما تتجوز، واقدر اسحب منها البويضات. بالنسبه حتى للانسه اللي هي قبل ما تتجوز، انا ممكن اسحب لها البويضات من البطن، مش لازم عن ما طريق شاء الله. المهبل. بتتسحب البويضات، بتتحفظ في درجه حراره اللي هو ماينس 296، بتحافظ على شكل البويضه بالظبط زي ما اخدتها النهارده من البنت او من الزوجه، بحافظ عليها على شكلها لحد ما اجي افكها. بتتفك، بتتحقن بحيوان منوي من الزوج، بعد كده اتكون جنين. حتى النهارده لو مبيضها توقف، لو هي شالت المبيض اصلا، انا عندي خلاص انا مخزون عندي ليها بره مخزون الجسم. لها. ما يعني شاء الله. بالظبط اكني مثلا حطيت مثلا فلوس النهارده في بنك، وجيت بعد 10 سنين اتزنقت فيه، فكيت الوديعه اللي انا شايلها في البنك واستفدت بيها. جميل هي دي جميل بالظبط. فدي دكتور، فرقت العلم بالذات. الحديث دلوقتي ما خلاش اي متاعب او اي امراض تأثر على عملية الإخصاب. بالظبط. بس في الاخر نقول كلمه صغيره، ان في الاخر برضو مش نسبة النجاح مش 100% لحد الآن. كله بأمر الله في أولا وأخيرا بالظبط طبعا. ربنا رايد النهارده إن يحصل الحمل، بيحصل. ساعات بتبقى الزوج والزوجة أصلا مفيش أي مشكلة خالص، هو مبيحصلش حمل، بيخش يعمل الحقن المجهري برضه، وكل حاجة كويسة جدا، وكل طالع مبسوط، الدكتور طالع يعني مبتسم جدا، بويضات كويسة، وحيوان منوي كويس، والأجنة جميلة جدا، وفي الآخر لو ربنا مش رايد فعلا مبيحصلش. عشان كده نسبة نجاح الحقن المجهري مع كل التقدم، مع كل التقنيات الحديثة، مع كل حاجة بتتعمل، هي 60%. يعني معناه ان من كل نسبة 10 مرتفعة برضو. كويسة جدا، بس لحد الآن ما وصلناش ال 100%. تمام. مصطفى معنا أبو رزيان تليفون. من عليم. طبعا معنا تليفون. ألو ألو، تليفون هتتصل تاني. يظهر الخط فصل. طيب دكتور، عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا في دقيقتين بس. اتنين، هل أصبح في الإمكان اختيار نوع الجنين؟ نوع الجنين طبعا دلوقتي فيه اختياره موجود. الأول طبعا نتكلم كله بأمر الله، لكن ونعم بالله لكن طبعا. طبعا دلوقتي فيه تقنية الحقن المجهري اختيار نوع الجنين. أيوة. إن أنا بعمل إيه؟ إن أنا باخد من الحقن المجهري عادي خالص، من الزوج حيوان منوي، من الزوجة بويضه، اتحقنوا اتكون جنين. باجي بعد 3 ايام من الاخصاب، يعني بعد الجنين ما اتكون خلاص وعمره 3 ايام، تمام، باخد منه خليه، خليه من جسمه. ايوه. هو بيكون في المرحله دي حوالي 8 خلايا. الخليه دي انا بحلل لها، بشوف الكروموزومات بتاعتها اذا كانت اكس واي ولا اكس اكس، يعني كانت ذكر او انثى. بالظبط. وبنقي مثلا انا عايز ارجع ذكور او اناث على حسب الحاله عايزه ايه. ده كويس جدا. ده احنا بنلجأ له في حاجه من حاجتين، يا اما اسباب اجتماعيه، مثلا زوج وزوج عندهم 3 بنات ونفسهم في ولد، عندهم مثلا 3 ولاد وعايزين بنت، ده الاسباب الاجتماعيه. في جزء تاني كويس جدا وجزء كبير اللي هو مثلا الامراض الوراثيه. في بعض العائلات في امراض وراثيه ما بتتنقل في الولاد او في البنات. فدلوقتي هي لو مثلا عندها مرض وراثي بيتنقل في البنات، لا مهم، انا انقل لها ولاد. ايوه كده انا ضمنت ان شاء الله ان هو مع الاولاد مش حامله للمرض اللي بيتنقل في العيله، والعكس. بالظبط. يبقى ايه، اتفقنا ان هو له سببين، سبب اجتماعي ان هم من كل يعني كل زوجين من حقهم، يعني نفسهم في ولد او في بنت، ده حاجه يختاروا. حقها طبعا طالما حاجه ما تغضبش ربنا. طبعا الحاجه الثانيه زي ما اتفقنا اسباب طبيه زي مثلا امراض الوراثيه. تمام. قبل ما نقفل نحط نقطه، لا في جزء مهم جدا عايز اكلم حضرتك فيه. اتفضل. بيطلع في دقيقه واحده، في اقل من دقيقه، اقاويل كتير، انا باكد على الكلام ده، اقاويل كتير ودجل كتير بيقولوا ان مثلا بعض التشطيف او بعض المطهرات اللي بتغير البي اتش او درجه القلويه بتاعت المهبل تخليه قلوي او حامضي بتاثر في الولد او بنت، ده دجل و و و و ملوش اي صحه او اساس علمي. الحاجه الثانيه بيقولوا ان التبويض مثلا الجماع في اول ايام التبويض او ثاني يوم تبويض بيأثر ولد او بنت، مفيش حاجه من الكلام ده. بعض الادويه اللي انت ممكن تاخديها او الاعشاب او الكبسولات اللي ممكن تجيب ولد او بنت، كل الكلام ده دجل وملوش اي اساس علمي. عايزه تجيبي ولد او بنت، الحاجه الوحيده، الحل الوحيد
فقط هو الحقن المجهري لاختيار نوع الطفل او اختيار نوع المولود. دكتور احنا وقتنا انتهى للاسف، سريعا بنتمنى نشوف حضرتك مرات اخرى ان شاء الله باذن الله. ان شاء بنشكر الله. الاستاذ الدكتور محمد المهجي، استاذ مساعد طب وجراحه امراض النساء والتوليد بطب الاسكندريه، استشاري الحقن المجهري وجراحات المناظير وعلاج العقم. واحنا قبل ما ننهي حلقتنا هنشوف هذا التقرير عن الدكتور. شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم. نشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا.